هذا يطيب، بس اللي اريده من جنابك الكريم اسمعني بس خل اكمل لك انا. اسمعك. سوينا له ناظور 4، قالوا له فيروس عندك بالكبد. ايه سوينا له 4 مرات، قالوا له ما في شيء بالكبد. دوران بالامعاء صاعد، ما تاكل، يسوي انسداد، يسوي انسداد، يسوي انسداد. اي هذا بالامعاء يسوي انسداد، يخلي عندها قبض. ما تاكل اكل، ما تاكل دكتور. اي مو هو اذا اذا على راس المعده او بالجوف البطني ما بيخليها تاكل. اي الاكل كله ما تريده. مشكله هذا، اكو عندها خلل بالكبد، ولكن الطبيب ليش ما شخصها؟ انا خادم لك، ممكن نعطيها متمم، ممكن ان ترجع تاكل ويطيب ان شاء الله عندها، ولكن اللي اريده من جنابك الكريم تاخذ كيلو ثوم هذا مطهر مع 200 غرام حرمل، زائدا 200 غرام قرنفل، ذني يتنقعن مع الثوم ويخلط التفاح، بعدين يتصفى، وتاخذ 3 ملاعق على كل كوباية ماء من تريد تشرب، حتى يكون يطهر المناطق الموجودة المصابة بالفيروس، زائدا عندنا متممات، وتقطع كل شيء حلو.